كما أكد الرئيس السيسي أن المجتمع الدولي لن يتراجع عن أي التزامات أو تعهدات قطعها، مشيرا إلى أن حجم الجهد المبذول لا يفي بالمطلوب تحقيقه. وشدد الرئيس السيسي على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التعهدات، سواء من خلال رفع طموح وتحديث المساهمات المحددة وطنيا، أو من خلال دعم كافة الجهود والمبادرات الهادفة إلى تعزيز عمل المناخ. إننا كقادة للعالم ندرك تماما أن حجم الجهد المبذول لا يفي بالمطلوب تحقيقه، وأننا سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعهداتنا، سواء من خلال رفع طموح وتحديث مساهماتنا المحددة وطنيا تحت اتفاق باريس، أو من خلال دعم كافة الجهود والمبادرات الهادفة إلى تعزيز عمل المناخ بالشراكة مع كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية من المجتمع المدني والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص العالمي، وهي أطراف لا غنى عنها في هذه المواجهة. ثالثا، إننا كمجتمع دولي نعلم تماما العلم حجم العبء الملقى على عاتق الدول النامية والأقل نموا، وحجم ما يتعين عليها مواجهته للوفاء بتعهداتها المناخية مع الاستمرار في جهود التنمية والقضاء على الفقر في ظل أزمتي غذاء وطاقة غير مسبوقتين. وأننا نتعهد الدول المتقدمة منا بالإسراع من وتيرة تنفيذ التزاماتنا تجاه هذه الدول بتوفير تمويل المناخ لصالح خفض الانبعاثات والتكيف وبناء القدرة على التحمل، سواء بالوفاء بتعهد 100 مليار دولار وتعهد مضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف، أو بالإسراع من التوافق على هدف التمويل الجديد لما بعد 2025.